السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثامن، الله يعطيكم العافية. طبعاً أخذنا في الحصة الماضية عن المعادلة الخطية المتغيرين، كيف نحكم على هذه المعادلة أنها خطية متغيرين أم لا، وكيف نجعل هذه المعادلة بالصورة العامة كيف نسوي بالصفر. اليوم في عندنا موضوعين جداد بنفس الدرس، راح ناخذ موضوعين جداد بنفس الدرس ونحط كمان تدريبات. الموضوع الأول اللي هو متى يكون الزوج المرتب حل للمعادلة الخطية؟ الموضوع الثاني كيف نجعل ص احد طرفي المعادله؟ بيجيك بالسؤال اجعل ص احد طرفي المعادله او اجعل س احد طرفي المعادله، حسب ما بعطيك بتغير. كيف انا بدي اخلي ص احد طرفي المعادله او س؟ راح ناخذ عليها شرط، ناخذ عليها مثال. اول شيء خلينا نتعرف على الدرس الاول او الموضوع الاول، كيف يكون الزوج المرتب حل للمعادله الخطيه؟ يكون الزوج المرتب حل للمعادله الخطيه بمتغيرين اذا حقق المعادله. شو معنى اذا حقق المعادله؟ يعني اذا تم تعويض قيمه س وقيمه ص، وكان الناتج صحيحا، يعني انا عندي هنا معادله مثلا 2 س زائد 3 ص يساوي 14، محاط زوجين مرتبات، هذا الزوج وهذا الزوج مرتب. انو من هذول الزوجين اللي لما اعوض س مكان س وص مكان ص يعطيني 14؟ خلينا نجرب نشوف اي من هاي الازواج حل المعادله. اول شيء بنعوض الزوج الاول، نعوض س مكان س وص مكان ص، 2 ضرب قد ايش س عندي هون؟ 5 زائد 3 ضرب 6 هل تساوي 14؟ خلينا نشوف، 2 ضرب 5 10 زائد 3 ضرب 6 18، 10 زائد 18 ويساوي 28. طلع ما اعطاني 14، ما اعطاني ايش؟ 14. اذا هذا ليس حل المعادله، الأول ليس حدا للمعادلة. نيجي على الثاني، خلينا نشوف الثاني، 2 ضرب قديش س 4 زائد 3 ضرب 2، هاي صار 2، 2 ضرب 4 8 زائد 3 ضرب 2 6، 8 زائد 6 14. إذا طلع الجواب اللي هو 14 والناتج هو 14، إذا هذا يحقق المعادلة، إذا هذا هو حل للمعادلة الخطية. إذا يكون الزوج المرتب حل للمعادلة الخطية إذا أنا عوضت قيمة س مكان س وقيمة ص مكان ص وكان الناتج اللي هو ناتج المعادلة، جواب المعادلة. طلع عندهم طلع الجواب 14 وهون 14، إذا هذا حل المعادلة، هون 14 لما عوضت الزوج الأول شو طلع الجواب؟ 28، إذا هذا حلنا للمعادلة. نيجي على الثانية، المعادلة الثانية، س ناقص 4 ص تساوي 8، لازم لما أعوض مكان س ومكان ص قيمهم يطلع عندي ناتج 8، ايش؟ 8. خلينا نشوف الأول، 8 ناقص، أي 8 ناقص، حطيت مكان س ايش؟ 8، هسا صار بحط مكانها 5، ناقص 4 ضرب 5 هل تساوي 8؟ خلينا نشوف، 8 ناقص 4 ضرب 5 20، هل تساوي 8؟ 8 ناقص 20 قديش؟ سالب 12، 8 ناقص 20 سالب 12، هل تساوي 8؟ خطأ، إذا هذه ليست حلا للمعادلة، خلينا نشوف الثاني، نعوض مكان س قيمته 20 ناقص 20 ناقص 4 ضرب 3 20 هل تساوي 8؟ 20 ناقص 4 ضرب 3 12 تساوي 8، 20 ناقص 12 8 تساوي 8، طلع من الآن 8 تساوي 8، إذا هذا حلا للمعادلة. إذا يكون الزوج المرتب حلا للمعادلة
إذا تم تعويض ت بس مصاد مكان س مصاد وكان الناتج صحيحا، وكان الناتج هو ناتج المعادلة ويكون صحيحا. إذا هيك أنا بحكم على إنه هذا الزوج المركب هو حل للمعادلة أو ليس حل للمعادلة. خليني أعيد على السريع. إذا يكون الزوج المركب حل للمعادلة الخطية بمتغيرين إذا حقق المعادلة. شو معنى الحقق؟ يعني كان الجواب صحيح، كان الناتج هو الجواب الصحيح. إذا يعني إذا تم تعويض قيم س وصاد وكان الناتج صحيح، بدنا نعوض مكان س قيم صاد قيمة من الزوج المركب، بيكون الناتج عندي 14. خلينا شو الأولى؟ نعوض 2 ضرب س يعني 2 ضرب 5، 2 ضرب 5 زائد 3 ضرب صاد يعني 3 ضرب 6، 2 ضرب 5 زائد 3 ضرب 6، 2 ضرب 5 10 زائد 3 ضرب 6 18، 10 زائد 18 28، ما طلع 14. إذا هذا ليس حل المعادلة. نجي على الثاني، 2 ضرب 4 هي 2 ضرب 4 زائد 3 ضرب 2 صاد 2 هي 3 ضرب 2، 2 ضرب 4 8، 3 ضرب 2 6، 8 زائد 6 14. إذا الناتج صحيح. إذا هذا الزوج هو حل لهذه المعادلة. نجي على المثال الثاني، س ناقص 4 صاد تساوي 8، ومعطيه زوجين مرتب 8 و5 و20 و3. إذا عوضنا مكان س بقيم صاد قيمهم لازم يطلع الناتج 8. خلينا نجرب نعوض مكان س 8، 8 ناقص 4 ضرب صاد يعني 4 ضرب 5، 8 ناقص 4 ضرب 5، 8 ناقص 4 ضرب 5، 8 ناقص 4 ضرب 5 20، 8 ناقص 20 سالب 12، واحنا الجواب لازم يكون 8. اذا هذا ليس حل المعادله. خلينا نشوف الثاني، نعوض مكان س 20 ومكان ص 3، 20 ناقص 4 ضرب 3، 20 ناقص 4 ضرب 3 12، 20 ناقص 12 8، 8 تساوي 8. اذا هذا الزوج هو حل لهذه المعادله. اذا هذا خطا وهذا صحيح وهذا الصحيح. هيك بنكون تعرفنا على اي ازواج مرتبه هو حل للمعادله المقابله لها. طيب نيجي الان على كيفيه جعل، كيف نجعل صاد احد طرفي المعادله. يجب طالع دور، يجب التخلص من جميع المتغيرات والاعداد بنقلها الى الطرف الثاني. يعني كل شيء عند صاد بدي انقله من عندها، بدي اخلي صاد لحالها. حتى اذا كان صاد عندها معامل الى معامل بدي اقسم على معاملها، لازم اخلي صاد دائما لحالها، لازم اخلي صاد دائما لحالها. طب خلينا نشوف هذا، عندي هون صاد زائد 2 س تساوي 14، كيف بدي اخلي لحالها؟ اذا صاد تساوي لازم تكون دائما صاد تساوي، صاد تساوي، صاد تساوي لما عندي 2 س هون شو بتصير؟ 14 ناقص 2 س، لانه هاي كانت موجب بتصير عندهم ايش؟ سالب. اصبحت الان صاد هي موضوع احد طرفي المعادله او موضوع القانون. هيك انا خليت صاد هو احد طرفي المعادله. خليني اجي على خمسه صاد، خمسه صاد تساوي بدي اخلي صاد خمسه صاد لحالها، بدي انقل هاي من عندها، خلينا نعتبرها هاي سالب، بلاش تكون كل شهاده ناقص. خمسة صاد الآن ناقص 20 لما عندنا شو بصير؟ موجب. إذا 30 زائد 20 س. طب الآن صاد مش لحالها، معها خمسة، شو بدي أساوي؟ بدي أقسم المعادلة كلها الطرفين كلهم على خمسة، هاي أقسمها على خمسة وهاي على خمسة وهاي على خمسة، هاي بتروح مع هاي. إذا صاد تساوي، صاد تساوي 30 تقسيم 5 6 زائد 20 س على 5 4 س. اصبحت الان صاد هي موضوع للقانون او طرف المعادله احد طرفي المعادله. طيب خلينا نرجع لبعديها، 5 س زائد 14 تساوي 2 ص زائد 3 س زائد 10. هذا كل اللي جنب صاد بدي انقله على الطرف الثاني، بدي انقله على الطرف الثاني، خلي صاد لحالها. إذا بتصير 5 س زائد 14 لما عندي 3 س بصير ناقص 3 س
تساوي 2 ص. خلينا نجمع لها 5 س ناقص 3 س 2 س. 5 س ناقص 3 س 2 س. إذا 5 س ناقص 3 س 2 س 14 ناقص 10 زائد 4 تساوي 2 ص. طيب ص لحالها لا مع 2 بدي اقسم المعادله تعالي على 2. اذا على 2 وعلى 2 كلها هاي. لما اجي 2 معناها بتصير س 2 راحت مع 2 وهاي بتصير 2 س زائد 2 تساوي ص. اصبحت الان ص لحالها ص تساوي س زائد 2. صلحهم صارت ص لوحدها ص تساوي س زائد 2. هيك انا خليت ص هي احد طرفي ايش؟ احد طرفي المعادله. خليني ارجع من جديد على هاي النقطه وركز معي. الان كيف نجعل ص احد طرفي المعادله؟ كيف نجعل ص احد طرفي المعادله؟ ممكن يقول لك س، خلي س لحالها، من ص من عندها، حسب ما بطلب معك بالسؤال، حسب ما بطلب معك بالسؤال. اذا كيف نجعل ص احد طرفي المعادله؟ يجب التخلص من جميع المتغيرات والاعداد بنقلها الى الطرف الاخر، الى الطرف الاخر. اللي جنب ص كله هذا بدي انقله على الطرف الثاني واخلي ص دائما لحاله، اخلي ص دائما لحاله. طيب ص شو في جنبها؟ 2 س زائد 2 س، لما انقلها شو بصير؟ سالب 2 س. س ص تساوي 14 ناقص 2 س، وبما انه ص ما في عندها عدد خلص هاي الان جاهزه، ص تساوي. اذا هاي اصبحت احد طرفي المعادله، لكن هو ما عندهم في خمسه. بدي اول شيء 20 س من عندها سالب 20، لما يجيها شو بصير؟ زائد 20. اذا خمسه صار، خليني امسح حالي واعيدها من جديد. اذا بدي اخلي ص لحالها بصير خمسه ص تساوي 30 زائد 20 س. ليش صارت سالب؟ كانت سالب بصير موجب. الان صارت مش لحالها، معها خمسه، بدي اقسم على خمسه، وهون على خمسه، وهون على خمسه. خمسه صارت تروح الخمسه مع الخمسه، صار تساوي 30 تقسيم خمسه 6 زائد 20 تقسيم خمسه 4 س. اصبحت الان صار تساوي 6 زائد 4 س، اصبحت احد طرفي المعادله. نجي على اخر شيء، 5 س زائد 14 تساوي 2 ص زائد 3 س زائد 10. واحنا حكينا لازم نخلي ص لحالها. طيب شو بدي اخلي ص لحالها؟ بدي اعدل هاي القيمه اللي هي 3 س زائد 10 على الطرف الثاني، بتصير 5 س زائد 14 ناقص 3 س ناقص 10 تساوي 2 ص. تساوي 2 ص. طيب انا بجمع الان 5 س مع سالب 2 3 س، 5 س ناقص 3 س وتساوي 2 س. خليني اعيدها. اذا 5 س ناقص 3 س تساوي ناقص 10 تساوي 2 ص. طيب خلينا نجمع الان هاي مع هاي والعدد مع العدد. 5 س ناقص 3 س 2 س. 14 ناقص 10 زائد 4 تساوي 2 ص. نقسم الطرفين كلهم على 2 مشان نخلص من معادله ص. هاي مع هاي، اذا ص تساوي 2 س تقسيم 2 س زائد 2 اللي هي اصبحت الان ص هي احد طرفي المعادله. اذا حتى اخلي ص احد طرفي المعادله لازم تكون ص لحالها مشفيه على الاخر، ما معها لا اعداد ولا معاملات. اذا ظل معها معامل بقسم على ايش؟ على معاملها، وبتكون هيك سويناها بابسط صوره وصارت تساوي. اذا هذا هو درس اليوم، وراح نسوي الحصه القادمه راح نحل التدريبات اللي هي 3 و4 الخاصه بهذا الدرس. والله يعطيكم العافيه.